اهلا بكم على قناتنا على اليوتيوب عالم الاكسسوار. ان شاء الله النهاردة هنعمل فيديو جديد لطريقة عمل فيونكة. طبعا له طرق كتير للاستخدام، ممكن نعملها كطوق، ممكن تعملها توكة، ممكن تحطيها على فستان تزينه بطريقة خطيرة. ده البطرون بتاعنا، ان شاء الله هنزله لكم على صندوق الوصف. هنجيب قماش، طبعا احنا مدخلين الستان، ممكن تدخلي معاه المعدس او الدانتيل. في الفيديو ده هنشرح بالستان والدانتيل. طبعا لو الدانتيل مش قوي شوية ممكن تقويه بان انت تكوي عليه قماش الفستين. بعد كده بنجيب البطرون وبنجيب ورق تاني وبنقصقصه على شكل البطرون اللي احنا عملناه، وبعد كده بنقصه على القماش مرتين، مرة على الدانتيل ومرة على الستان. عندي هنا قصقصناه، بعد كده هنجيب كل واحدة ونظبطها بالولاعة. هدي كده هنخيط المنتصف زي ما انتوا شايفين كده في الستان وفي الدانتيل، وهنلف بالخيط بالطريقة دي بحيث تدينا شكل الفيونكة، ونقفلها. بعد كده برضو نفس اللي عملناه في الفوق نعملهم في الفيونكات اللي تحت في الشرايط، نخيطهم النص وبعد كده بنلف عليها الخيط يدينا الشكل ده. طبعا نثبت الاثنين مع بعض وبعد كده نجيب الربطة اللي نربطها في الفيونكة من النص، بنولعها بالولاعة من تحت وبعد كده بنقلبها وبنحطها على الفيونكة بالطريقة دي وبنخيط، أو ممكن تلزقها بالشمع. يا رب نكون أفدناكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة.